غليان في الشارع في تعز لا يكاد يتوقف بعد تجاهل لمطالب الجرحى ووعود حكومية لم ترى النور حتى اليوم، الأمر الذي أغاض الجرحى في احتجاج أمام مبنى المحافظة. قبل يومين خرجنا بوقفة احتجاجية سلمية نموذجية، رفعنا الشعارات نطالب باستكمال برنامج العلاجي، توفير ميزانية خاصة للجرحى، إطلاق سراح المليار ريال الموجه من فخامة الأخ نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مليار ريال محتجز لدى بنك عدن بتوجيهات من وزارة المالية، وعدونا أنه خلال 24 ساعة سوف يتم إصراف مبلغ إسعافي يتم فيه استمرارية بعض برنامج العلاجي للجرحى الداخل. ولكن نأسف الآن لنا 3 أيام ولم يلبوا طلبات أو نفذوا وعودهم ولم يلبوا طلباتهم ولم يتابعوا توجيهاتهم. وتواصل للحراك الشعبي ضد الفساد، فقد خرجت مسيرة جماهيرية تجدد بإقالة الفاسدين وإحالة ملفاتهم إلى النيابة وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ونظافة. خرجنا بالمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين المتربعين فوق سلطة المحافظة، ولا ونحن ضد تدوير الفاسدين الذي يقوم المحافظ بنقلهم من مكان الى مكان. اننا نجدد التاكيد على ان تحقيق هذه المطالب ليست منه من احد، كما انها لا تعكس اي فائض ترف لدى مئات الالاف من ابناء تعز الذين يعانون الامرين في ظل عشعشة الفساد داخل مكاتب ومؤسسات السلطه المحليه، بل هي استحقاق اصيل يفرضه الواجب الوطني على سلطة الفساد والنهب التي تتعمد حتى هذه اللحظة تجاهل حراك الشارع وصوته. وفي ظل هذه الاحتجاجات المتواصلة المنددة بتردي الخدمات وتجاهل مطالب المحتجين، تزداد معاناة المواطنين في تعز يوما بعد آخر، سيما مع استمرار الحرب والحصار الحوثي على المدينة. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.